يمكن فيه دم خفة دم، ولا محمد بعتقد اكتر حاجة بتضحككم الاثنين. احنا اصلا ممكن نكون بنتخانق في خناقة مثلا، هو يجي مثلا عشان يزود الخناقة، احنا نضحك ونفصل الخناقة اصلا والخناقة كده تسكت. بتشكو لبعض على محمد؟ يعني ممكن تشكلها وتقولي لها عامل فيا كذا كذا، وانت تقولي لها تتفقوا عليه؟ لا مش بنتفق عليه، هي بتحبه اصلا تقدرش تتفق عليه. انت ممكن تتفق عليه؟ اه ممكن. انت ما بتحبيهوش بنفس الدرجه اللي بتحبوا فرحانه فيه؟ لا حبيت. حبيتي اكيد مع الوقت والعشره ايوه العشره والكلام ده. بس بجد لمن عاوزه تشكي لها كصديقتك، انتوا صرتوا اصدقاء صح؟ ايوه. بتحكي لها همومك ومشاكلك، تحكوا لبعض؟ هو اغلبيه الوقت اصلا مش قاعد هنا، هو بيسافر بره، فاغلبيه الوقت ما فيش مشاكل منه، هو المشاكل مثلا ممكن مننا احنا، اي حاجه مثلا ممكن تواجهنا في اليوم. بس تبقى الناس في تعليقات من الناس من الشارع من حواليكم، تسمعوا ايه؟ انتوا ازاي قاعدين مع بعض؟ ازاي انت قبلها؟ ازاي هي قبلاكي؟ طيب وبسبب الكلام دوت ممكن من غير سبب تلاقينا بنتخانق مع بعض، والموضوع كبر ما بيني وما بينها بسبب كلام الناس مثلا، اللي هو انتوا ازاي قاعدين مع بعض؟ زي ما تقولي كده مثلا ممكن يدونا عين، واحنا بنبقى كويسين مع بعض ونروح بقى متخانقين مع بعض جدا من غير اي سبب. في حال ما كانش موجود محمد، ايه اكتر مواضيع بتخليكم تتخانقوا مع بعض؟ احنا بنبقى كويسين مفيش حاجه. الاهل كان عندهم اي اعتراض؟ خاصه اهلك يمكن مياده، انت داخله على زوجها ايوه، هم كان عندهم اعتراض. كان عندهم اعتراض؟ هو مش هيعرف يوافق بين احنا الاثنين، بيحب مراته، هتقعد ازاي معاها في الشقه، هتتعامل ازاي؟ بس انا كان عندي فكره ان لا، دي زوجة انا الثانيه، هي اللي المفروض تغير مش انا. مين اللي بتحس هي؟ يعني كل ست بتلاقي بيتها مملكتها، البيت ده مملكة مين منكم؟ لا كل واحد ليه الأوضة بتاعته، ودي تعتبر مملكتي وهي أوضتها تعتبر مملكتها. يعني مقسمين المملكة، تقسيم المملكة حسب غرف النوم يعني. أيوة. طيب في حال جاب لك مثلا هدية وما جابش الفرحانة، أو العكس صحيح، يبقى التصرف إزاي؟ لا ما بيحصلش. ما بيحصلش. ولو حصل؟ عادي، انا بالنسبه لي عادي. انت فرحان دي برضك هيعوضها لي، يعني مثلا انا بطريقتي هقعد اتكلم معي وهيعوضها لي، انا مجرد مقلب وشي هو هيفهم انه جبت لها ما جبتليش. وانت يعني كيف بتنظم الموضوع ده محمد؟ ان اجيب لي ميادة يعني حاجه مظبوط، لان الراجل كمان برضه لازم يدلع الست ويجيب لها حاجات واهتمام. الصراحه اكتر واحده خدت خيري كله فرحان. ايه كل الهديه راحت عليها، كل حاجه. انما ميادة عادي دلوقتي، بس بتعوض لميادة يعني الموضوع، خاصه جابت لك الولد. هي ميادة بترضى بقليلها الصراحه. انما فرحانه لا، لسه برضو متطلباتها عاليه كتير. طب الأنسي اول ما تخش البيت بيكون الوضع عامل ازاي؟ اوصف لي بقى كاني موجوده معاكم في البيت. انت دخلت من الشغل، هما الاثنين موجودين، يعملوا ايه؟ يجروا عليك؟ يعملوا ايه؟ لا ما فيش الكلام ده، مش بيجروا ولا حاجه. ده كل الخناقات والحاجات اللي بتحصل ايه؟ هو اول ما بيجي ممكن كل واحده تخش اوضتها وتستناه بقى يخش الثانيه وتروح داخله له. انت دخلت لها ليه؟ وانا كنت عايزاك. هو في ايه؟ كان في حوار كنت عايزاك فيه. طب انا عايزاك جوه، تعالى. هو يجي مثلا يجي انا عايزك في تبقى انت اللي عايزاه وهي اللي عايزاه. وتختار ازاي؟ ما الاثنين بقى ديت اللي تفتح الباب هي دي اللي انا عاوزها. طب لو الاثنين فتحوا الباب؟ لا ارجع تاني. ارجع للسفر بقى تاني. اصحابك طيب واهلك بيقولوا لك ايه محمد؟ ولا في اي مشكله. محدش يعني محدش ليه دعوه ان انا اتجوز تاني ولا تالت، عادي. اصل محدش هيديني حاجه. لا بس قصدي يعني برضه بيكون في تعليقات معينه. لا عادي. حتى لو بهزار يعني بيهزروا معاك بيقولوا لك ايه؟ بس ان انا اتجوز تاني ده امر طبيعي عادي. مش مشكله. مش مشكله. مش عامل حاجه غلط يعني. لا عارفه وده حتى في الشارع. بس انا بقول يعني برضه بيبقى في الناس في الجيران عندهم طريقه هزار او طريقه. اكيد بس ما حدش هيواجهك. يعني ما حدش هيقول لك انت متجوز تاني ليه ولا كده. عادي يعني. بالعكس في ناس ممكن تغير انها تتجوز تاني بس مش قادرين. بس طيب نحن قادرين ناخد فاصل اعلاني ونعود لنستكمل حديثنا.
وحول موضوع التعددية نستكمل حلقتنا لهذه الأمسي وبضيافتنا محمد وميادة وفرحانة. فرحانة، أنا حسب ما فهمت أنه أنت كان ممكن تعملي عملية بسيطة وتقدري تخلفي، صح؟ ليه ما عملتيش العملية دي؟ لا، هو أنا عملتها مرتين وهي ما نجحتش، وهو أصلاً العيب مني، هو مفيش أمل أصلاً. يعني أنت تأكدت طبياً أنه الموضوع مفيش أمل، مفيش أمل منه. ابن ميادة اليوم قد ايه بتحسي ابنك؟ بتشعري انه ابنك ولدك؟ انا بحبه جدا علشان هو من محمد بالمرتبة الاولى، فبتحسي كأنه ابنك. طبعا. عوضك عن شعور الامومة الى حد ما، بس انا برضك لسه عندي امل في ربنا، وبقعد ادعي ربنا كتير جدا ان ربنا يرزقني، واكيد ابني غير هيبقى غير. صح صح. ميادة، الشعور الأمومة وإنك جبتي له الولد بيعطي الست والزوجة الثانية نوع من شفت الحال، شفت القوة. النفس، القوة، الغرور. حصل معاك الوضع ده إنه أنا دلوقتي أقوى؟ لا. أنا جبت الولد؟ لا بالعكس. يعني أنا حبيتها إن هي قبلتني كويس، يعني أول ما جبت البيبي هي حبيته قوي وبتقعد معي اكتر مني. حتى علاقتك مع محمد حسيت انها تغيرت، اختلفت، تحسنت عشان صار في ولد بيبي تاني. طيب لو جبت بنت وقالت لك انا عاوزه اتجوز على راجل، مع راجل متجوز، توافقي تعيش نفس التجربه اللي انت عشتيها؟ لو حد كويس زي محمد ما عندكش مشكله فيها لو كويس. لكن غير كده لا. انت اكتشفتي برضو انه كويس مع العشره ومع الوقت. أيوة. بس هو كفكره، كطرح، انت ممكن توافقي عليها لبنتك؟ بس ما تمنيش. ما تمنيش. انت يمكن من حظك الحلو انه فرحانه حد كويس، بس يمكن لو حد مش قبلاكي ومش طايقاكي كان حيكون الوضع صعب اكتر بكتير. ايوه صح. محمد جاوبني بشكل صريح، لو فرحانه قالت لك انا مش موافقه على جوازك الثاني، كنت طلقتها؟ لا ما كنتش طلقتها. كنت عملت ايه؟ هذا هوافق على اللي هي بتقوله. مش هتجوز تاني. وكنت استمريت حتى لو من دون عيال؟ بس. طب مازال انت متاكده من حبه ليكي، ايه اللي خلاكي توافقي على الموضوع؟ بس عشان ما احرمهوش، بس يعني ما بقاش انانيه في حته البيبي ديت، وعشان ما احرمهوش ان هو يكون اب. اي حد في الدنيا، اي اتنين بيتجوزوا كل واحد بيتمنى ان هو يكون ام واب، حرام عليا ان انا احرمه من كلمه بابا. فرحانه، ايه اكتر موقف مش قادره تنسيه جرحك من اول جوازهم لغايه دلوقتي؟ بتقولي عدى مع الوقت بس لسه معلم. لا بصي، هو انا بقعد اني بنفسي شويه ان انا ازاي ان انا قلت له يتجوز ومعرفش ايه، بس شويه والموضوع بيعدي، وبحاول ان انا اتناسى بس خلاص الامور هديت الحمد لله كتير عن الاول. الاول كان جوايا حاجات كتير قوي، وكنت ببقى متضايقه جدا طول الوقت. ايه المشاعر اللي كنت تحسي بيه؟ كنت ببقى غيرانه جدا جدا، اللي هو ايه ده، ازاي خلاص يعني حبيبي اللي هو حب عمري، فضلنا نحب بعد 5 سنين قبل الجواز، وبقت بتشاركني واحده تانية فيه، ازاي وليه؟ بس ارتضيت الحمد لله. قدرت تستوعب هذه المحنة اللي كانت فيها فرحانة بصراحة محمد؟ يعني قدرت تحتويها برضو؟ هو أنا ما ينفعش أشوفها زعلانة الصراحة. مظبوط. الزوجة الأولى ليها معزة خاصة؟ أكيد طبعا، ده الحب والمهم. ليك الفرحة اللي فيها ميادة برضو سمعاكم بقى في يعني بيبقى ليها معزه خاصه اكيد. طيب ولما كنت تشوفها متضايقك تعمل ايه؟ اراضيها برضو عادي، عارف ازاي اراضيها. وهي ما ينفعش تتضايق، بنت حلال، وانها ايه يعني برضو حابه تشوفني مبسوط، فما ينفعش اللي انا اجي عليها حرام. مياده، في مواقف معينه ما قدرتيش برضو تنسيها؟ في حاجه حصلت يوم الصباحيه تعبت وراح لها؟ عملت ايه؟ تعبت يوم الصباحيه وراح لها. تعبتي يوم الصباحيه.
خططت للموضوع ده قد لا ده بنشوفه بالافلام على فكره. جات لك الفكره دي منين؟ اصلا حياتنا كلها زي الافلام. مش جات لي منين الفكره، انا فعلا تعبت من كتر ما انا متضايقه وان انا مخنوقه وفضلت جوايا، فضلت متضايقه جدا فتعبت. وانت عملت ايه؟ بسألك انا رايحه اشوفها تعبانه. هو ما قاليش، انا قمت ما لقيتهوش. اه كده. وانت اتخضيت طبعا. برضو حبيبتي دي. وقلتي له قبل ما نرجع على البيت؟ هو ما رجعش نفس اليوم، هو رجع بعدها بيوم. اه رجع بعدها بيوم. اه عملنا خناقه بقى. طيب شفنا النموذج ده، ولو اي اثنين عاوزين يمكن يفكروا بالمشروع ده نصيحتكم ايه؟ تقولوا له ايه من خلال خبرتكم لكل ست ممكن تتجوز او تعيش مع ضرها؟ هقول حرام ان الزوجه الثانيه تجرح الاولى. فرحانه هي برضو بتراعي مشاعري، وانا بقول لاي واحده عايزه يعني اي واحده مش بتخلف تدي فرصه لجوزها.